الخير. اهلا بحضراتكم، اهلا بيكم، اهلا، مساء الخير، مساء الخير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الف شكر. هنبتدي حلقتنا. طب انا لازم اقول انه سعيده جدا بالوشوش البشوشه اللي بتستقبلني وبتحييني وبتسقف لي، بس انا من جوايا كميه خجل لا نهائي. احنا حلقتنا بتتعرض على الشاشه في وقتها، انما واحنا بنسجل الحلقه دي لظروف قهريه التصوير اتاخر. ف يعني انا مش بس بعتذر، انا بتمنى ان انتوا تسامحوني. وانا هقول لحضراتكم على حاجه بس. طيب انا عايزه اقول انه مع كل احترامي للناس والمشاهدين والاحترام لاي موعد، انا عامه باجي قبل التصوير يمكن باربع خمس ساعات بكون موجوده، بجهز شغلي، بجهز حاجتي، بس النهارده لظروف طارئه يعني مفاجئه، الموضوع ما كانش فيه تمهيد. حتى احنا كنا ما بين ان احنا ناجل الحلقه ونعتذر للجمهور ولا لا، الا انه حلقه النهارده فيها ناس كتيره من المحافظات وتحديدا من الصعيد، فكان مستحيل بعد ما تكبدوا عناء الوجود ده ناجل الحلقه. فسامحونا، الله يخليكم. مسامحين، متاكدين يعني ابتدي الحلقه بضمير مستريح ولا؟ خلاص بقى. اشكركم وبكرر الاعتذار وعلى بركه الله بقى بعد الفاصل نبتدي الحلقه عادي ولا كان حاجه حصلت عادي. كان في صعوبه شديده ان البنت تتعلم. انا يعني سعيده بكم الانتماء اللي انت بتشعر بيه لاسرتك ولقريتك. دي كفايه علينا انجاز لينا احنا ده حقيقي. كناس متعلمين. انما انت ايه قلتي لا انا هاخد زي ما بيقولوا ذا هارد واي تشالنج، انا هدخل تحدي. انا كنت هتعب نفسيا، حاطه في مراحل اكتئاب، ابتديت اعيط طول الوقت، مش مبسوط. ايا كان السبب اللي نختلف عليه بس النتيجه لصالحك. بس عمري ما عملت شخصيه سلبيه قوي كده وشريره وسوري يعني قذره قوي كده. انت اخدتي كذا تكريم على الدور ده، مش بس في المهرجانات الفضائيات. كان في استفتاءات كتير قوي بس ده كان اول تكريم تقريبا فعلي اروحه بنفسي. لو عايزه تكوني الزوجه الرابعه سيبك من شغلانتي. زوجه رابعه؟ لا احبوش يا حاج. انت بتحصلك مواقف كتيره جدا على فكره غريبه في الحياه يا ايتي. انا دايما عندي لازمه غريبه، لازم كعب الجزمه يتكسر. تفتكري بقى تكون اتكسرت ليه؟ حموله زايده؟ والله انتوا حاجه عظيمه. وقال غزال انهم يكرموا منى الشاذلي بدرع معانا بالعكس. انت جميله. يعني اشكرك. هذا اقل. طيب في فيديو بصراحه اول ما شفته كان انطباعي عادي انه مثلا ممكن تكون مديريه تعليم بتكرم المتفوقين، مركز شباب بيدي هدايا لاوائل الطلبه، يعني بالنسبه لي كان فيديو عادي جدا مكرر، يعني منصه او ترابيزه وفي ناس عماله تاخد شهادات وتكريم، فما التفتش. التفت لما عرفت انه لا هو مركز شباب ولا هي مديريه تعليم. دي اسره كبيره، اسره في الصعيد، مهتمه جدا بالتعليم من زمان، وكل سنه بتعمل تقليد سنوي تجيب كل اولاد العيله المتفوقين في كل المراحل، ابتدائي، اعدادي، جامعه، ماجستير، دكتوراه، كل المتفوقين، وتحديدا لو في مرحله فيها درجات اللي فوق 95%. فيبقى المنظر زي الفيديو اللي انا شفته، كل الاعمار بمنتهى البهجه وبمنتهى الجديه، الاسره او كبارات العيله بيسلموا ابناء العيله المتفوقين جوائز ماديه وشهادات تقدير. مع تكريم الفنانه التشكيليه حنان غزالي الملهمه صاحبه الفكره التي نجتمع عليها اليوم ونكرمها على مجمل اعمالها وعلى تميزها في الفن التشكيلي. سمعت يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة بجد بجد فخورة جدا بتكريم من أهلي ولاد عمي وقريتي الحلوة وعيلتي الجميلة دي. يعني ممكن أكون اتكرمت في أماكن كتير ودول كتير، لكن هنا هو أعظم تكريم أنا اتكرمت في حياتي، ولن أنسى هذا التكريم أبدا. الأستاذ الدكتور محمد المدثر أحمد دربيل، دكتورنا الغالي، إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم حقكم، سعيتم معي إلى الخير فكان سعيكم مشكوراً. يعني لما بقى شفت الفيديو بالمنطق السوي بتاعه او المنطق الصحيح بتاعه، كنت كل اعجاب بعيله غزالي دي. ايه العيله الجميله دي في احدى قرى اسيوط اللي يبقى تقديرها للعلم يخليها تعمل حدث سنوي؟ اولا ما شاء الله واضح ان هي اسره كبيره جدا، وجزء يسير من الاسره موجود معانا. هو صحيح يسير بس مالي الاستوديو، فتحيه لاسره غزالي اللي معانا. ما شاء الله ما شاء الله. خلينا نجيب نستضيف ممثلين عن الأسرة يتكلموا لنا عن الحدث السنوي ده اللي يفرح القلب. أولا أستاذة حنان غزالي، دكتور أحمد خيري، مهندس أحمد جمال غزالي، ودكتور محمد المدثر. انا ما اعتقدش انه في اسره في مصر بتعمل التقليد اللي انتوا ابتدعتوه. نعم. ده نعم. هي انه ده يعني فكرتكم. يعني اسمحي لي الاول اشكرك. العفو. واشكر البرنامج على انه يلتفت الى قريه نائيه في صعيد مصر. وهذه القريه يعني يمكن ان تكون نموذج. طبعا هي نموذج. الامر الثاني انها قريه صغيره جدا، ورغم أنها صغيرة لكن تقدم يعني من العلم والاهتمام بالعلم، إلى درجة أن احنا بنكتشف في النهاية أن عدد المتعلمين أضعاف أضعاف أي قرية أخرى. قرية؟ قرية نزالي الحرجات. حوالي قرية نزالي الحرجات يأتي. الأمر الثاني الملفت للنظر أنه عادة القرى الصعيد تتحفظ شوية في تعليم الفتاة أحيانا. صحيح. وإلى حد كبير يمكن مرت مراحل كتيرة كان في صعوبة شديدة أن البنت تتعلم. النهاردة في قرية نزال الحرجات البنات تتفوق على الأولاد عددا ومستوى نوعية. وبالتالي نحن أمام ظاهرة حقيقية تستحق الرؤية وتستحق ان احنا نلتفت اليها. ده اكيد. وتندهش ان بدايه التعليم في هذه القريه كان مع بدايه القرن العشرين. احد ابناء القريه تعلم في الازهر، وصل الى العالميه، وكان هو المتعلم الوحيد داخل القريه ويمكن في المنطقه كلها. ثم بدا يختار من يتولى بعده في طريق التعليم، فاختار بعض الأقارب،
ثم بدأ التعليم ينتشر يوم بعد يوم إلى أن أصبحنا الآن لدينا أستاذ الجامعة ولدينا أستاذ الطب ولدينا لواء الشرطة الذي يعمل نائب لمدير أمن ولدينا الصحفي والأديب المبدع ولدينا المهندس ولدينا كل صفات. أنا كمان سعيدة بنبرة الفخر اللي في صوت حضرتك يا دكتور أحمد. أنا يعني سعيدة بكم الانتماء اللي أنت بتشعر به لأسرتك ولقريتك. أنت مذاكر التاريخ بتاعها. ده صحيح، وهي أيضا ظاهرة تستحق أن احنا نلتفت إليها. كل أبناء القرية اللي تعلموا وخرجوا من القرية وعملوا أستاذة في جامعات مصر يعودون إليها. هو ده بقى السؤال. لما بتعملوا المحفل السنوي ده يعني فاهمة أن اللي ساكنين في القرية هم اللي موجودين أو ولادهم. لما شفت الفيديوهات لقيت أنه في ناس جاي من محافظات تانية جاية تحضر التكريم. يعني هو حدث مهم. أكيد طبعا، لأنه الحدث ده كل سنة بينتظره كل طلبة العيلة والكبار برضو، لأن إحنا مش بنكرم بس الأطفال، لا إحنا بنكرم الكبار على مجهوداتهم طول السنة. يعني لو حد عمل حاجة إبداعية في خلال السنة دي بيذكر في النهاية وبيكرم وبيتقدم له شهادة تقدير. ولذلك إحنا بنيجي من القاهرة وبنيجي من محافظات تانية في حيث نلتقي في بلدنا في اليوم التفوق العالمي لآل غزالي. لآل غزالي، يوم التفوق العالمي السنوي لآل غزالي. هو حضراتكم كلكم غزالي ما عدا دكتور محمد المدثر. غزالي برضه. المدثر غزالي. ماشي. واحده وهو يعني لو واحده مثلا وهو يعني اللي من العيله بس ما اسموش غزالي، بمعنى يعني انه ابن واحده غزالي متجوزت واحد مش غزالي. ما هي دي الميزه بقى في عيلتنا الحمد لله. يعني احنا عيلتنا احنا مش بنكرم اولاد غزالي بس، لا احنا بنكرم اولاد حماد عموما، لان احنا يعني فرع من عيله كبيره هي اولاد حماد. واولاد غزالي هم يمكن يعني عشان انا الفكره جت من العيله نفسها غزالي، لكن كل امرأة في بيت غزالي متزوجة حد من محافظة تانية ابنها جاب تقدير كويس بيتكرم وليه الأولوية زي ما عندناش العنصرية دي نهائي، بالعكس. دكتورة أستاذة حنان، أنا شفت حضرتك قبل كده. يعني ممكن أنا شفتك ممكن أنا أنا شفتك أنا في أول تشكيلية. أنا شفتك بس مش عارف شفتك أنت طلعتي مع أبلة فهيدة. يس. فكريني كده. انا زوجي محمود العسقلاني الصحفي، وهو انت اللي كنت في حلقه عيد الحب. يس. ايوه. طب استني بس استني. طيب هو انت معلش فكريني بالفقره كده. بصي انا فاكره الطريقه دي وشكل حضرتك. قولي لي بقى، كانوا جايبينك في عيد الحب تكلمي انت وجوزك. كان كذا فقره مع حد يعني كذا حد العلاقه شكلها ايه في عيد الحب. يعني فاختارونا انا ومحمود، لان محمود طول الوقت يكتب عليا على الفيسبوك جوز حضرتك. يعني بيكتب عليا كلام لطيف وحلو فلفت النظر الحقيقه. هو بيشتغل ايه؟ هو صحفي ورئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. موجود هنا؟ موجود. ولابس الجلابيه الصعيدي. ايه ده يا استاذ محمود العسقلاني؟ انت جاي النهارده بالزي الصعيدي. طب ما تيجي تقعد جنب المدام يا استاذ محمود. صحيح انت مش غزالي بس هيحتضنوكوا برضو. والله لا بالعكس، احنا انا وجودي. اتفضل يا استاذ محمود، اتفضل. انتوا مخبيين ولا ايه؟ اهلا يا استاذ محمود، اهلا بحضرتك. اتفضل. لا والله ابدا، والله اتفضل. ايوه بس انا اول مره. لا انا استاذ محمود عسقلاني استضفته كتير عشان مواطنون ضد الغلاء، بس كنت على طول بلبس البدله والكرافته. انت جاي النهارده ما انا النهارده عشان القعده كلها اهلي وناسي من اسيوط، فحبيت ابقى زيهم. يعني خليني اقول لك، انت تنبأتي بسرعه
ان التوك شو هيبقى فيه لخبطه. ولجأتي الى هذا الاداء الاعلامي اللي احنا كلنا بنشوفه وبنحبه، وبامانه انت بقيتي علامه مميزه في الاعلام المصري. اشكر لانك مخلصه للي انت بتعمليه، والمجموعه اللي معاكي كلهم ما شاء الله يعني من الناس عظام عظام. كل الزمايل اللي اشتغلوا معايا فريق متكامل فريق متكامل. وتمنيكم للحكايه زي ما قال الدكتور احمد، حقيقه تمنيكم للحكايه دي دليل ان انتوا ناس ايجابيين، انتوا بتتبنوا الحاجات الايجابيه. انت عارفه في بعض الاحيان كنت اقعد قدام التوك شو عايز دكتور نفسي زي الدكتور احمد كده يعالجني. انما انا مهم جدا يبقى عندنا طاقه ايجابيه واحساس بالامل اكتر. يا انا والله ما شفتش انه عيله تعمل انتوا بتدوا فلوس، انتوا بتجمعوا من بعض عيلة غزالي عشان المتفوقين اللي فوق 95 تديهم شهاده وتديهم مبلغ مالي مكافئ. ده مش بس كده، ده احنا حريصين على ان كل من يتفوق انتماء الى غزالي، انتماء الى آل حماد، انتماء الى اي شيء يجي وياخد هذا. والله انتوا حاجه عظيمه، حاجه ايجابيه عظيمه. نتجاوز فكره العيله الى ما هو اكبر. طيب يبقى هسال عن الميزانيه، بيتوفروا ميزانيه الحدث السنوي ده والجوائز ازاي؟ نعم، بندفع نتبرع القادرين على ما يعني يستطيعوا، وبنجمع من بعض مبالغ كبيره، وتقدم بعض المبالغ كنوع من الدعم المادي للأطفال والمتفوقين. وكل مادة بنزيد، يعني السنة اللي فاتت كانت أقل من السنة دي، والسنة الجاية إن شاء الله هتبقى أكتر. وكل مادة بنكتسب ناس تدعم وناس تساند وناس، فده شيء جميل. والمسألة مهندس أحمد فضل يا باشمهندس. تمام حضرتك، أنا طبعا يعني الموضوع ده ابتدى من زمان، تمام مش وليد اللحظة يعني. من وانا صغير وانا كنت كان في دماغي ان انا اعمل حاجة، اعمل حاجة للعيلة دي، هي عيلة كبيرة تمام ويعني متشعبة تمام. فاحنا بندور على حاجة نخلي العيلة دي مترابطة من زمان قوي يعني تمام. بس فايه الفكرة اللي جت في دماغي لما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي؟ فكرت ان انا اعمل جروب للعيلة تمام، والجروب ده اضم فيه كل الناس اللي في العيله اللي موجودين في اسيوط واللي موجودين في القاهره واللي موجودين في اي مكان على مستوى الجمهوريه. جمعت كل الناس وكنت انا الادمن بتاع الصفحه طبعا، والدكتور خيري كان هو المشرف العام تمام. وابتدى الدكتور خيري يعني ينزل بوستات، يعني يكتب حاجات مقالات كده معينه عن العلم واثر العلم وعن رموز في العيله عندنا. ففي مره كتب بوست اسمه آل غزالي بالعلم قبل المال، ده كتب فيه يعني قيمة العلم عندنا في العيلة وعمل إيه عندنا، والناس المتعلمين في العيلة يعني وصلوا لإيه بالظبط، والعلم ده أثر في العيلة إزاي وخلى العيلة دي تطلع لقدام إزاي. لكن المال ما وصلناش لحاجة تمام، يعني إحنا كنا يعني اتطبق علينا قانون الإصلاح الزراعي تمام، كنا قطاعيين تمام. فهو عايز يقول إن إحنا لا نبعد عن الكلام ده، إحنا العلم هو الحاجة الوحيدة. والله هو في العلم والمال يبني الناس بالظبط ملكه، ما بني ملك على جهل وإخلال الاثنين يعني. ربنا يزيد، يبقى عندكم العلم وعندكم المال يا رب، دي حاجة قديش. بس فأنا جيت يعني أنا قريت التعليق ده ولا إزاي، لا لازم أعمل حاجة لازم أنفذها بقى. ما هو ده الحلم بتاعي إن أنا هعمل حاجة نخلي الناس كلها تترابط وتتجمع حواليها. فروحت بقى تاني يوم، رحت منزل بوست كبير جائزة آل غزالي للإبداع والتفوق العلمي، وإيه شروط بقى المسابقة ونعملها كمسابقة. طب إيه شروط بقى؟ شروط المسابقة من 95% لفوق، الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، جيد جدا مع مرتبة الشرف في الكليات تمام. أي حد يقدم أي حاجة خلال السنة من رموز العيلة أو أي حد يترقى درجة مدير عام فما فوق وما يماثلها من الوظائف القيادية تمام. بحث علمي، اي حاجه تنشر في مجله علميه، دكتوراه، ماجستير، يعني اي حاجه. ف الناس كلها قرت الكلام ده تمام وعجبت بيه. طبعا الدكتور احمد كان من اول الناس اللي ايه يعني احتضن الموضوع ده بشكل بابانا كلنا حقيقه بشكل عظيم. طبعا طبعا بعد كده حنان كلمتني كانت مبسوطه جدا ان الفكره بتاعتها بيليها شكل وينفع تتنفذ
دكتور احمد قال لي انت المسؤول عن الموضوع ده. الموضوع ده كان بالنسبه لي طبعا مسؤوليه كبيره، انفذ برضو انا ايه عملت الشكل بس هنفذه ازاي في هو انت عدد غزالي تقريبا كام واحد؟ هي الاعداد كبيره لكن تقريباً يعني لكن كام؟ ممكن نصل ل 500 600 في الاطار ده. 500 نفر؟ لا ده 500 ناحيه الماما، لكن ناحيه البابا كتير. يعني يعني ده المقيمين في القريه. لا انا بتكلم العيله. العيله اكبر من كده بكتير، لأن لها فروع في المحافظات، وبالتالي الأعداد غير يعني محمود. أنا قاعدة حاسة أن أستاذ محمود عسقلاني قلقان، ده أنت ما ينفعش تخلي مع بعضك خالص. ما يقدرش، ده أنت أنا سايبك يعني أنا بجيب أنا بجيب كفني على طول يا باشا. بعد الفاصل عايزة أتعرف على بعض الشبيبة، الشبيبة اللي هم يعني الأصغر من الشباب شوية، مش عايز أقول الأطفال يعني، ها بعض صغار السن من عائلة غزالي. في ولد السنة اللي فاتت بعد الحفلة بتاعت السنة اللي فاتت بيقول لي بابا، سمعته أنا بودني بيقول لي بابا يا بابا أنا هتكرم إزاي السنة الجاية، ده أنا كل اللي معايا السنة الجاية دحيحة. أنتوا بتتقلدوا مناصب كبيرة ومستويات محترمة وبرضه ترجعوا لقريتكم وتقدموا خدمات وتقدموا جوائز وتشجعوا الصغيرين، دي حاجة حلوة جدا. وربنا أكرمنا الحمد لله رب العالمين، وصلنا مشوار كويس الحمد لله رب العالمين في العلم والثقافة إن إحنا نوصل ولادنا للحتة دي. ما تأخذنيش فليذهبوا إلى الجحيم بدل ما تعملش حاجة غلط. أنا عمري ما وصلت الوزن ده، أنا كنت 60 كيلو، أنا كنت فراش على جماعة. الناس في البيوت بيوصل صورة الفرح ويعني يعني حاجة كانت وخلاص، يعني ما فيش حد عنده أمل إنه يرجع زي صورة الفرح دي أبدا. أنا اسمي فاطمة رشاد عبد الرحيم، تفوقت في المجال الشعري وطبعا في القرآن الكريم ودراسة. برافو عليك. اسمي طارق ماهر عبد العزيز، تفوقت في الدراسة ودلوقتي في تاني اعدادي. جهاد محمد عبد الإمام، تفوقت في المرحلة الجامعية ودلوقتي بحضر ماجستير. انت في جامعة كلية ايه؟ كلية زراعة. كلية زراعة. فرحة سيد عبد الفتاح، تفوقت في المرحلة الثانوية وانا دلوقتي في تانية جامعة. كلية ايه؟ كلية اداب ترجمة. اداب ترجمة. صابرين عزاز، تفوقت في القرآن وسنة خامسة. شطورة. يحيى حمادة يحيى، تفوقت في حفظ القرآن الكريم. ما شاء الله، انا بحييك كلكم، ربنا يخليك البعض، ربنا يخليك البعض. دكتور احمد خيري. ايوه. وانا بعدد الحاجات اللي عجباني في الاسره دي او في اللقطه دي، نسيت اقول انه فيها كمان حاجه مهمه جدا، انه اللي تنور ما بيبخلش بعلمه على اللي لسه في اول الطريق. ده صحيح، ودي قيمه. يعني ما هو ممكن كل واحد فينا يعني ياخد السلم وخلاص ويشرخ لوحده، لا ده مش حاصل. انتوا بتتقلدوا مناصب كبيره ومستويات محترمه وبرضه ترجعوا لقريتكم وتقدموا خدمات وتقدموا جوائز وتشجعوا الصغيرين، دي حاجه حلوه جدا. ده اضافه الى هذا، ان كل ما بنكبر في السن نعود الى القريه ونسعى الى ان يكون فيها بيت لينا، وهذا البيت دائم وحديث بحيث ان الصله لا تنقطع على الاطلاق. صلة بالأرض بالجذور بالأهل صلة أساسية في علاقة آل حماد وآل غزالي، وهي الحقيقة القرية كلها تكاد تكون عائلة واحدة، وعائلة فيها حتى يعني أكثر من نوعيات مختلفة، فيها قبط وفيها مسلمين فيها، ولكن كلها أسرة واحدة. لا تجدي في يوم من الأيام أنه حصل مثلا مشكلة بين أي أطراف، تجدي على طول المودة بين الجميع، تجدي حتى عشان في تنوير، عشان في تنوير العلم أساس. تنوير واحترام للقانون واحترام للمنطق واحترام للأديان. ما هي هو الخلاف بيجي لا إما من جهل
او عدم احترام قانون. صحيح. انا عايزه اقول لك حاجه بخصوص التعليم وازاي اللي يلقى قدر من العلم بيرجع تاني يديه للاخرين. انا يعني انا فخوره جدا بابن اخويا الدكتور محمد مدثر، لانه بالاضافه لفكره تكريم المتفوقين في المجال العلمي، الا انه السنه دي هو عمل الفكره الجميله وهي تحفيظ القران، مكان لتحفيظ القران لكل اولاد زي الكتاب، بس على حاجة على إيه مختلفة تماما لكل أولاد القرية والقرى المجاورة. وكان الشيخ محمد عبد الراضي يعني أنا بشكره يعني قد إيه حبب الأولاد. يعني محمد عبد الراضي أهلا بيك يا شيخ محمد، يعني حبب الأولاد في الحفظ. وفي ناس ختمت في اتنين ختم القرآن في سنة واحدة بس، يعني في صيفية كده ختم القرآن ما شاء الله. وأنا يعني دكتور محمد يعني ممكن يقول تدوا جوائز، مجموع الجوائز تقريبا كام يا دكتور؟ الحفلة بيوصل الدعم فيها من 50 لـ70 ألف. يا خبر، بتجمعوها من بعض. نعم الحمد لله. أحمد هو اللي بيقالوا فين التكلفة، إنما الجوائز بتاعت الطلاب مالية الحفلة. بندي الولد المتفوق أو البنت المتفوقة ثلاث حاجات. أولا شهادة تكريم، شهادة تقدير باسم العيله. ثانيا درع يحتفظ به طول عمره، والجائزه الماليه. الجائزه الماليه كانت السنه اللي فاتت 1500 للاول، 1300 اعتقد للثاني، و1000 للثالث فما فوق. عايز اقول لحضرتك في ولد من ضمن الولاد في ابتدائي، يعني اختي حكيت لي الموقف، بتقول لي الولد خلاص مش هيتكرم، جاب 93 94%، احنا بنكرم من 95 فما فوق. فشويه قلنا طب ما نكرم من 90 لـ95 دون جواز خاصه او نكرمهم ضمن التكريم. الولد لما عرف بكى لمامته من الفرحه، بكى من الفرحه. ولد يا حبيبي طبعا لا انا هيكرموني السنه دي، انا هيكرم طبعا. دي كفايه، يعني دي كفايه علينا انجاز لينا احنا ده حقيقي كناس متعلمين، وربنا اكرمنا الحمد لله رب العالمين، وصلنا مشوار كويس الحمد لله رب العالمين في العلم والثقافه، ان احنا نوصل ولادنا للحته دي. احنا يمكن ما لقيناش العوامل اللي انتوا بتدفعوا او بتاثروا القيمه انفرطت شويه في حته تانية، انه يبقى الطفل مش يعني مش الأملة بتاعته ان هو يرتقي علميا ويتكرم، لا انه من حاجات تانية كتيرة يعني مفيش مجال لذكرها. بالعكس، انتوا بتعملوا حاجة بديعة جدا تستحق كل الاحترام والتقدير. عندي سؤال اخير، امتى الوقت اللي بتعملوا فيه التكريم ده عشان تقدروا تلموا كل عيلة غزالي من جمهورية مصر العربية؟ اقول لحضرتك احنا كل سنة بنعمله في السنة اللي فاتت عملناه في اجازة عيد الاضحى. صح، ده فكره كان ثالث يوم العيد. السنه دي لظروف معينه تاخرنا شويه، الناس جت عيد الاضحى وسافروا. عايز اقول لحضرتك مفيش حد تخلف عن التكريم السنه دي، كلهم رجعوا من القاهره على البلد علشان يتكرموا، رجع من اسكندريه ولا رجع من كل المحافظات، رجعوا عشان يتكرموا وسط اهلهم. يعني كان فارق كتير جدا للولاد والبنات انهم يتكرموا من اهلهم. الحقيقه اذا كانت اسره غزالي بتكرم ولادها المتفوقين، انا اعتقد انه في كذا جهه فيك يا مصر لازم تكرم اسره غزالي شخصيا. والله العظيم انا عايزه اقول لحضرتك دي الاسره اللي تستحق التكريم، ده تكريم لينا. يعني لقائنا بيكي، لقائنا بحضرتك ده تكريم لينا جدا. أشكرك. بجد أشكرك. احنا بنشكرك قوي قوي. طيب هل تسمحي لآل غزالي انهم يكرموا منى الشاذلي بدرع خبر معانا جنب أسرة غزالي؟ بالعكس. انت جميله. يعني اشكرك أنا فخورة جدا بالتكريم ده، أنا فخورة جدا بالتكريم ده، بس أنا لازم أقول على حاجة، معلش عايزة أقول حاجة بس، يا دكتور عسقلاني، أولا أنا فخورة جدا بالتكريم ده، وفخورة جدا بالأسرة دي، فخورة جدا بالقرية دي اللي من صعيد مصر، وفخورة بقى كمان إن أنا أخدت الدرع ده وأنا مش غزالي وأنا شاذلي، فكمان ده شيء إضافي، بشكركم شكر جزيل. طب انت ايه بقى المرحله فيها اللي فقدتي السيطره يا ايضا؟ الشغل ريح، فالدايت ريح. طيب في بوست نزلته
ممثلة موهوبة ومعروفة، نزلت بوست الحقيقة واضح جدا ومش محتاج تفسير. أنا هقرأ البوست. آيتن عامر الموهوبة زي ما قلت والمعروفة، آيتن نزلت وقالت الصورة دي كانت زي النهاردة، كان وقتها وزني 61 كيلو تقريبا، وبما أن اليومين دول حوالي 80 كيلو، لما شفتها حسيت أني لازم أبدأ أرجع لوزن الطبيعي بقى عشان ما يصحش كده، وعشان كده أنا هبدأ النظام الصحي اللي كنت ماشي عليه بمساعدة دكتوري. هو قال لي 3 شهور وهرجع زي الأول، بس بإذن الله هوصل في أقل من كده. البوست ده أنا بدبس نفسي بيه قدامكو كنوع من أنواع الضغط، الضغط على الذات يعني. بإذن الله كل أسبوع هبقى أنزل بالنتيجة، وفي الآخر هاشتاج يا رب تخس يا تتح. خلينا نستقبل الفنانة آيتن عامر. اتفضلي ايتن. عمرة خلاص عيط، خلاص عيط، شكرا. ناس معاكي. ايوه حلو التشجيع. قبل ما اقول اي حاجه لازم كلنا شكرا بجد. اهم بقى من الخسسان واهم من التدبيس لازم ابارك لك الف مبروك على مجالك. الله يخليك يا رب. وهو ده مربط الفرس بالظبط. آيتن لسه ربنا رازقها بمولود جميل زي القمر، وزي اي ست في الدنيا محتاجه انها ترجع لمصالحها، محتاجه وقت بقى ترجع. بالظبط. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. انت جبتي ايه بقى؟ يوسف. يوسف ربنا يحميه لك. الله يخليك يا رب. عنده قد ايه دلوقتي؟ لسه يعني اولموست شهرين. شهرين؟ طب ما انت مستعجله على ايه؟ ما انت قدامك وقت يعني، ليه مدبسه نفسك ومنزله صورك بيفور اند افتر وحاجات كده؟ انا عمري ما ده كان وزني يعني. انا حتى لما في ولادتي الاولانيه كانت عندي ظروف صحيه خلتني ولدت قبل ميعادي بكتير قوي، فيمكن الوزن ما لحقش يزيد للدرجه، فوصلت ل 76 المره الاولانيه، ورحت للدكتور احمد برضو ونزلنا في تقريبا في 3 شهور ونص او 4 شهور. كنت بتدلع بقى، الزياده ما كانتش كتير، لكن لما لقيت نفسي وانا داخله ولل 90 كيلو، انا عمري ما وصلت الوزن ده. انا كنت 60 كيلو، انا كنت فراشه يا جماعه. انا اتخطفت، انا اتضحك عليا. والله بجد داخله 90 كيلو، انا مش مصدقه الميزان، عماله معلوم ده بجد يا جماعه. انا مين 90 كيلو؟ أيوة بس يا آيتن لازم تعرفي ان دي صدمه كل الستات او 90% من الستات لما بيولدوا، يعني بيبقى في زياده في الوزن. طبعا هو مش كلنا طبعا بيجرى لنا كده يعني، هي بتبقى حالات واختلافات حسب انت كنتي ماشيه في حملك عامله ازاي، الدنيا مشيت معاكي كويسه ولا لا. يعني مثلا عندي واحده صاحبتي زادت في الحمل كله 10 كيلو، هي بتبقى حظوظ زي ما بيقولوا. بس ان انا زيد 30 كيلو دي، لا دي حاجه تعبتني جدا نفسيا، ان ده مش وزني، انا مش قادر، انا يعني ايه بقى قاعده مش عايزه حد يقومني، يعني ايه يعني اوصل للمرحله دي؟ طبعا ده رزق من ربنا، وانا طبعا الحمد لله الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. ده تارجت يعني وحلم ناس كتير جدا تتمناه، فانا اكيد بحمد ربنا على ده. بس هي مشكله كلها، عارفين لما تبصوا في المرايه تحسوا انه مش انتوا، هي دي بس الفكره. ده كده في كام هنا بقى يعني. لا هي دي بس المشكله والله، مش اكتر. لا اللي بيتفرجوا معانا عارف متابعين مع عين حاسين بتتكلم عنهم. بس هي الفكره كلها هي فكره تقبل الذات. انا مش متقبله ذاتي وانا 90 كيلو، لكن في ناس تانية بتبص في المرايه مبسوطين جدا بنفسهم، دول انا بقول لهم اوعوا تعملوا دايت او تفكروا. ما دام انت متقبل ذاتك كده تمام، لكن انا لو كنت فضلت بالوزن ده انا كنت هتعب نفسيا، هدخل في مراحل اكتئاب، ابتديت اعيط طول الوقت، مش مبسوطه، مش انا. ما يمكن ده اكتئاب ما بعد الحمل والولاده. ازوده بقى بوزني الكتير، ازوده بقى باني انزل صوره الاقي الناس نازلين عليا سلخ، ايه ده يا مالها بقت زي الدبه كده ليه؟ هي تخنت كده ليه؟ يا ربي يا ربي. هو ده بيحصل اصلا من 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 وانا في ايوب يعني، من وانا لسه ما لسه مكتشفه تقريبا ان انا حامل في نص المسلسل يعني. ده بيحصل اوريدي طول الوقت، حتى وانا مش عامله دايت، حتى وانا مش 90 كيلو. بس تبقى هارش او تبقى قاسيه قوي وهي فعلا، فما كنتش هستحمل بقى، فقلت انا ما دام قادره اقفل بقي واعمل دايت واحترم نفسي،
انا هبدا وان شاء الله ربنا يقدرني، وبدات الحمد لله. كان ممكن بقى تبتدي الرحله العظيمه دي بينك وبين نفسك وسط اسرتك وجوزك واولادك، انما انت ايه قلتي لا انا هاخد زي ما بيقولوا ذا هارد واي تشالنج، انا هدخل تحدي، هاخد الطريق الصعب وادخل تحدي. علشان انا كان جاي لي شغل اول ما رجعت على طول من الولاده، وابتديت الناس تكلمني تاني وابتديت ارد على التليفون والحاجات دي، جالي شغل. وبعد كده الشغل ده حمسني قوي ان انا ابدا اخس، وعلى عشان خلاص داخلين وبتاع الشغل ريح فالدايت ريح طب ايه بقى لا يبقى انا يعني انت يعني قبل ما دبيس نفسك انت كنت بدات فعلا اربع ايام. اليوم الخامس لقيت لسه بدري والمشروع مش داخل دلوقتي، طب انا ليه مفيش عزيمه مفيش. بعدين انا عماله اقول بقى لنفسي انا يعني لسه ست، غيري دلوقتي بيبقوا قاعدين لسه في السرير بيجي لهم كوبايه المغات وبيجي لهم شوربه الفراخ والحاجات دي كلها وبياكلوا مبسوطين، انا اعذب نفسي ليه؟ بس في الاخر ما قدرتش بقى، قلت لا خلاص انا مش بعمل كده علشان الشغل، بعمل كده عشان خاطر ايتن، خلاص نركن الشغل على جنب. صح. طول الوقت بنقول ايه، التخن مش عيب والخسسان مش عقوبه، يعني يعني في النهايه ان الواحد يخس ده مش عقاب، ده اختيار لصالحه أكيد. انما ده مش معناه انه اللي ما بيخسش ده حاجه وحشه، يعني لا طبعا لا طبعا المساله يعني محسومه ونسبيه، اهم حاجه صحه البني ادم بالزبط. يعني الصحه عامله ازاي، فجاه ببص على الميزان لقيتني في اواخر الحمل ابتديت فوق ال 80، فعارفه انت لما بتقولي ما هي خربانه، فاصحى بالليل عايز اكل اروح داخله جايبه ايس كريم وشوكولاته ويلا بقى ما هي خلاص خربت ان شاء الله بقى بعد ما اولد اشوف انا هعمل ايه. مع ان في ناس كتير قوي بتتابع بتعمل دايت اثناء الحمل مع دكاتره متخصصين في التغذيه، انا ما عرفتش اعمل كده لان انا كنت شغاله وتعبانه وبيغمى عليا وحاجات كده، فاللي هو طب لا يعني صحتي بقى زي ما انت بتقولي هي مش عقوبه. في الاخر انا ما دام عندي الاراده والعزيمه عملتها قبل كده هقدر اعملها تاني. طيب ودلوقتي انت مستعجله عشان الضغط النفسي من اللي حواليكي، طب ما تقفلي السوشيال ميديا بتاعتك يا يعني تاخدي اجازه مثلا 3 شهور وتخسي براحتك او 4 شهور. ده مش حل، بس هي السوشيال ميديا مش هي اللي بتمدلي ايديها تقومني لما ابقى عايزه اقوم وتعبانه ومش قادره وجسمي مش شايلني، مش هي دي اللي هتمدلي ايديها. جوزي ممكن يمدلي ايده، امي هتمدلي ايديها، بس في الاخر لا، انا عايزه انا اللي اقوم براحتي واحس ان انا خفيفه واتحرك، ولما اقوم كده اعمل اكل ما بقاش عايزه اجيب كرسي واقعد. لا الموضوع عدى معايا مراحل عجيبه يعني. طب احكي لنا عن الصوره، احكي لنا عن الصوره اللي كتبتي عليها البوست دي. كانت في فرح صديقي العزيز تامر عاشور ومراته. هنا كنت لسه ماشيه مع الدايت مع دكتور احمد عمر، ما كنتش لسه خلصت على فكره يعني. انا هنا كنت لسه فاضلي تقريبا 3-4 كيلو على التارجت اللي هو عايز يوصله لي. انا كنت كده فاين بالنسبه لي يعني، انا 61 ده كان بالنسبه لي هايل. هو كان عايز ينزلني 58-57 علشان لما ازيد اوصل 61-62 يبقى سهل الرجوع تاني ل 57 لانه عارف اني بحب الاكل. فما شفت الصوره دي في الميموريز بتاعت الفيسبوك قلت انا دي، لكن اللي كانت في المهرجان من كام يوم بتتكرم لابسه فستان ابيض دي مش ايتم. ده كان مهرجان القنوات الفضائيه. القنوات الفضائيه انت واخده جايزه ورايحه تستلميها بالظبط. كان يوم صعب بالنسبه لك؟ كان يوم صعب جدا، ولدرجه ان انا على اخر وقت انا مش عايزه افتح الباب وانا خايفه، لان انا مش هنزل صور على السوشيال ميديا، بس اكيد في كميه صحفيين هناك اكيد هيبقوا مستنيين ايتن تطلع عشان يصوروها، فالصور هتنزل فهقرا كومنتات مش هتعجبني وهتضايق وهزعل وهقعد اعيط. طب ليه؟ صدقيني والله العظيم السوشيال ميديا فعلا بقت بتضغط على نفسيتنا بشكل مش طبيعي. بس لازم نبقى اقوى مش انا لوحدي كده، كل واحد فينا يبقى اقوى من كده. على فكره اي انسان في الدنيا معرض انه يتخن ويرفع يحلى ويوحش يعجز، كلنا هيبقى عندنا مراحل يعني. ما تاخذنيش فليذهبوا الى الجحيم بدل ما تعملش حاجه غلط. تمام، بس انا كواحده والده ومستلمه جايزه ما تروحش تستلم الجايزه عشان ما تتصورش، ولا تروح تتصور وهي قاعده شايله هموم الدنيا على دماغها بدل ما تقف حقيقي. ده اللي ماما وجوزي قالوه لي، قالوا لي يا بنتي انت واخده جايزه، افرحي بجايزتك، انزلي خدي جايزتك، ده نجاحك، افرحي بنجاحك وانسي دلوقتي، انسي اي حاجه، انسي ان انت تخنانه، انسي ان انت وزنك مش هو، ان انت مش انت، لا انزلي وافرحي بجايزتك. وده حصل فعلا الحمد لله. نزلت وفرحت وفي نفس اليوم قلت لهم ان انا كنت ان انا خلفت علشان ما يقولوش بقى هي زادت ليه، ويبقوا عمالين يسالوا نفسهم ويقعدوا بقى يقولوا كومنتات مش لطيفه وكده. يا خبر ابيض. بس حقيقي 75% من السوشيال ميديا استوعبوا الفكره
وبقى هما بيردوا على اللي بيقولوا هي مالها تخنت كده ليه، فبيقولوا دي لسه ربنا رزقها بيبي، دي لسه مخلفه يا جماعه، ده شيء طبيعي. فبقى ليا بقى جابها بتدافع عني، بقول لهم بجد ميرسي. ايوه لما تخنتي ما اذيتيش حد، ولما خسيتي ما نفعتيش حد بالظبط. يعني بس يعني انا عارفه يبقى مالهم امتى، لو انت ممثله وحش جدا في دور لانه يعني عملتي شغلك سيء فتستحقي النقد اللاذع، انما انا مش عارفه. انا هو موضوع محير، عارفه الطفل اللي بتاعنا احترت يبقى... انا احترت بقيتش عارفه ارضيهم ازاي، انا احترت انا احترت. بس المهم انه ايا كان السبب اللي نختلف عليه، بس النتيجه لصالحك اكيد طبعا، النتيجه لصالحك ان انت تعملي تاخدي قرار انت تبقي راضيه عنه بالظبط. ايه بقى الدايت اللي انت هتعمليه ايضا؟ انا عملت اول اسبوع دايت مع دكتور احمد. انا طبعا ما بفهمش المسميات الطبيه للدايت بتبقى ايه، لان في ناس بيقولوا في دايت كيميكال، في أيوة. دايت كالوريز، في دايت مش عارفه ايه. انا مش عارفه بالكلام ده، انا باخد الورقه امشي عليها زي ما الكتاب قال. بس فاول اسبوع الناس كانت مستغربه جدا كميه الاكل اللي الدكتور مديها لي، لان هي الورقه فعلا مليانه اكل. بس هي الورقه دي بقى الغرض منها الاول انه يشوف طبيعه الجسم اللي قدامه، يقدر يحرق بشكل طبيعي ولا عنده مشكله في الحرق فيطلب تحاليل وحاجات علشان يبقى ماشيين على التراك المظبوط. الحمد لله اول اسبوع عملت تارجت حلو، عملت 2.5 كيلو. الاسبوع الثاني دي الورقه الثانيه. انت بتنزلي بقى التالتة. بتنزلي كل حاجه الدكتور بيجيبها لك تقومي حطها للناس. انا استاذنت لان بعد ما نزلت الورقه الاولى قبل اصلا ما اعمل الدايت، الجمهور طلب مني ان انا اشاركهم بورق الدايت، لان في ناس كتير ظروفها ما تسمحش انها تروح لدكتور او وقتها ما يسمحش او واتيفر. فاللي حصل ان انا استاذنت دكتور احمد، قلت له مش عايز تعمل خير؟ قال لي ايه؟ قلت له الفانز في منهم كتير قوي طالبين ورقه الدايت، فتحب ننزلها؟ قال لي جو فورت، خلاص يلا يلا نزلها مفيش مشكله، روحي اعملي اللي انت عايزاه. فنزلت لهم الورقه وقلت لهم ان انا استاذنت الدكتور وكله تمام. النتيجه بقى هي اللي شجعت دكتور احمد ان احنا ننزل بقيه الانظمه. الناس مشيت معاكي على الـ على الـ معايا جدا وخسوا جدا، واللي ما شاء الله خست 7 كيلو واللي خست 6 كيلو، لان في ناس طبعا بتبقى اوفر ويت بزياده او يعني الحرق طبيعي طبيعي لا ان هم ينزلوا. يعني الناس اللي بيبقوا زياده عن وزنهم الايديال مثلا ب 75 كيلو هينزلوا 6 كيلو في الاسبوع، لكن اللي نسبتهم في الزياده اقل ينزلوا اقل. انت التارجت بتاعك قد ايه؟ انا التارجت بتاعي ان انا اوصل ل 60 كيلو، دكتوري عايزني اوصل ل 58. يعني المفروض تنزلي 20 كيلو او 21 كيلو بالظبط. 21 نزلت منهم كام بقى لحد دلوقتي؟ نزلت 2.5، والاسبوع اللي فات كيلو تقريبا 700، يعني احنا بنتكلم في 4 كيلو 200. نشجعها يا جماعه، نشجعها نشجعها. يعني نقف ظهرك شويه. اصل لسه قدامها المشوار طويل. هو مشوار فقد الوزن دايما طويل ودايما مش سهل، يعني ودايماً انا عارفه ان هو مش اولويه في الحياه أكيد. الحياه بس هو اللي بيكون ناوي بيبقى بياخد نفس عميق بقى عشان ربنا يبقى معاه. هما تقريبا اول اسبوعين بيبقوا اصعب اسبوعين، بعد كده المعده اوريدي بتبتدي تاخد على الاكل اللي هو اللي مالكيش نفس تكليف، فبتلاقي نفسك مش عايزه اصلا تاكلي. يعني الاول بتبقي عايزه تاكلي شوكليت، وعايزه تاكلي شوربه عدس، وعايزه تاكلي حاجه محمره كده حلوه، وبعد كده تلاقي نفسك لو اصلا انا مش قادره اكل. انا اتحطت قدامي دلوقتي يعني علبه شوكليت قد كده مش هقدر اكل غير 2-3، هلاقي نفسي خلاص مش قادره. يعني تعبتي اول اسبوعين وخلاص؟ اول اسبوعين، بعد كده خلاص بقى الواحد بيدخل في المود وبيتشجع برده. كل ما بتشوفي النتيجه قدامك، بنطلونات ما كنتيش بتلبسيها ابتديتي تلبسيها، فالموضوع بيبتدي كده تحسي تحس انك على الطريق الصحيح يعني. فعلا جبتي فساتين اصغر من 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 مقاسك عشان تشجعك، ولا دي معلومه مش مظبوطه؟ انا دايما بعمل كده، يعني انا حتى لما ببقى تخنانه جدا ما بجيبش وزني في التخن، بشتري فساتين اللي اخس عشان البسها، حتى وانا رفيعه على فكره كنت بعمل كده. يعني حتى وانا 65 كيلو كنت اجيب فساتين البسها عند ال 58 و60، دايما عندي الحلم ان انا اوصل ل 58. طب بصي، انا قريت مره، مش خبيره انا في الموضوع ده، بس انا قريت مره انه مش صح قوي للناس اللي بتعمل كده، ده مش صح قوي، لان هي بتعيش نفسها في حاجه مش حقيقيه. يا اما تجيبي لبسك على وزنك وشكلك وتبقي سعيده بيه، يا اما ما تجيبيش خالص لحد ما تفقدي الوزن. يعني دايما يقول لك دي من الخدع اللي الناس بتضحك بيها على نفسها. طيب اقول لك على مفاجاه. انا كان عندي بنطلون وانا في اولى معهد فنون مسرحيه كنت بلبسه، البنطلون ده انا متصوره بيه وعندي صوره. البنطلون ده كان وزني وقتها، انا داخله الاكاديميه 53 كيلو، ده كان وزني الطبيعي. ده انت اندر ويت اصلا بالظبط. كنت 53 كيلو وانا داخله الاكاديميه.
طبعا نظرا لان طبيعه المعهد عندنا صعبه وبتقعدي يمكن بال 12 ساعه محاضرات وتشتغلي والمصروف برده وقتها ما كانش كبير قوي، ففول وطعميه بقى الى السماله وارخص الحاجات لان انت بتقسمي مصروفك على كذا وجبه. فعشان كنا نكفي كنا كلنا بنحاول نجيب ايه الحاجات المتاحه الرخيصه اللي حوالينا. فطبعا فتره الاكاديميه دي بالنسبه لي تخنتني مثلا بتاع 6 كيلو لان خلاص بقيت كتير برضو بس مش كتير يعني، بس ده مقاسات كتير. بس عايزه اقول لك ان البنطلون اللي انا كنت بلبسه في سنه اولى انا لسه شايلاه لحد دلوقتي لان انا عندي امل ان باذن الله في يوم من الايام هوصل لوزني ده تاني وهلبسه وهتصور بيه ان شاء الله. انا عندي حلم برضو لحد دلوقتي ما وصلتلوش بس عندي حلم هوصل له باذن الله. يعني يا ربنا يوفقك ان شاء الله. فاصل ونرجع تاني لايت. من اول ما مثلت وانا دايما بقول انا عايزه ابقى محبوبه في وسط الاسره في وسط البيت المصري. خليني ألخص حالة آيتن. آيتن ممثلة موهوبة، آيتن لسه عاملة دور كويس جدا في رمضان اللي فات، آيتن متزوجة وأم لطفلين، آيتن في مرحلة ريجيم معلن أمام الناس خطوة بخطوة، صح كده؟ يعني عندك إضافات يعني عايزة تضيفي حاجة؟ لا خالص. دي أهم حاجة في الحياة دلوقتي. بالنسبة لي لا. طيب عايزة أسألك عن دورك في مسلسل أيوب في رمضان يا آيتن، أنت عملتي دور بجد هايل. أنا أصلا كنت خايفة أعمل الدور ده في الأول. لان انا يمكن انا بقالي ما بقاليش كتير بشتغل بس عمري ما عملت شخصيه سلبيه قوي كده وشريره وسريعه يعني قذره قوي كده يعني شخصيه بجد سماح يعني شنيعه بشعه يعني شخصيه. انا وانا بقراها قلت لهم يا جماعه انا يعني علشان اعمل دور لازم على الاقل اكون حباه يعني عشان اعرف اعمله لازم اكون حباه. انا مش عارفه احبها كريهه كريهه سماح كريهه كريهه فعلا. واعتذرت عن المسلسل نظرا لان خايفه من رد فعل الناس. انا لما بمشي في الشارع الحمد لله المامي بتحبني، الجده بتحبني، الطفله بتسلم عليا وبتبقى عارفاني وبتضحك في وشي اول ما بتشوفني. مش عايزه اخسر دول اهم حاجه عندي في الدنيا. حب الناس دي والشريحه دي يعني احسن حاجه عندي في الدنيا. انا كان ممكن جدا العب على شريحه ان انا ابقى الفيدات اللي كل الولاد بيموتوا فيها. فشخصيه سماح دي انا عشان عارفه ان احنا شعب طيب جدا فكنت خايفة قوي ان الناس تتفاعل معاها ويكرهوني بجد انا كايتم في الحقيقة. فقلت لهم يا جماعة مش لعبة انا مش عايزة الدور ده. فلقيت استاذ احمد صالح وبشير المؤلف بيقولوا لي انت مجنونة الدور ده ما يجيش للممثلة وتعتذر عنه الا اذا كانت ممثلة خايبة. فدخلوا لي بقى من حتة التحدي اللي هو تحدي نفسك اعملي الدور من غير ما الناس تكرهك وفي نفس الوقت قدمي شخصية مش اي حد يقدر يعملها. فخدت التحدي وخدت الريسك وقلت يلا على الله بقى. انت اخدتي كذا تكريم على الدور ده مش بس في المهرجانات الفضائيات كان العربيه كان في استفتاءات كتير قوي بس ده كان اول تكريم تقريبا فعلي اروحه بنفسي يعني. انما كان في رد فعل ايجابي جدا للدور اللي انت لعبتيه ده يا ايتن. ومن بعد الدور ده خلاص انت بقى خلاص ولدتي واتشغلتي في البيت بالظبط. اشتغلتي مع الولاد بالظبط. طيب مين في البيت عندك بيشجعك اكتر على موضوع الرجيم ومين اللي بيقولك يا ستي خدي نفسك وبالراحه؟ عندك زوجك، عندك قرايبك، عندك اختك، مين في ظهرك قوي ومين لا يعني مش فارق معايا يعني خدي وقتك؟ يعني هي مامي كانت في سكه اللي هو اصبري على نفسك. عز هو اللي فهمني يعني عز هو اللي فهمني قال لي لا انت ما دام مش حابه نفسك كده ابدأي على طول. هو الوحيد تقريبا اللي فهم البوينت بتاعتي اللي هو ماما انا صعبان عليها بس محمد لا قال لي لا انت ما دام حاسه ان انت مش انت وان انت عايز تعملي كده اعملي كده يلا نشجع بعضه. بالمناسبه نزل يعمل دايت معايا فعلا. طب والله العظيم ده حد لطيف جدا برافو يا عز. مع ان هو مش اوفر هو رفيع جدا لا بس هو بعد ما انا ولدت هو ابتدى كده حصل موقف كوميدي جدا. كان عنده ميتنج شغل وداخل بيقيس القمصان فبيقيس بقى فانا دخلت لقيت فيه هرم جنبه القمصان كلها مش داخله بسبب الاكل اللي كنا بناكله انا وهو مع بعض. هو انتوا كنتم قاعدين مع بعض قضينا اكل احنا بناكل بس ما بنعملش حاجه تاني اجازه بقى يعني انت يعني البدله دي مثلا ما دخلتش جوزك البدله دي مثلا ما دخلتش والفستان ده لسه ما بيدخلش فيعني كان التارجت بالنسبه لنا والتحدي ان احنا هنلبس الطقم ده ونتصور بيه تاني قريب. ايه ده فعلا؟ عشان دي صور خطوبه يعني لا البدله داخله فيه ولا الفستان ده الجزم بس هي اللي داخله على فكره انت بتقول
الحمد لله. الحمد لله. الكومنتس او تعليقات الناس كمان كانت معظمها اللي انا وصلني كانت ما كانتش سلبيه. لما انت اعلنتي ان انت هتمشي على الريجيم وهما معاك، يعني مثلا في ناس تقول لك ليه انت حلوه كده، اعملي الناس بتشور عليكي بقى تعملي عمليه. صح. في ناس كمان هنا واحده بتقول لك انا كمان ولدت وزاد وزني، يعني بيحاولوا يشجعوكي ويهونوا عليكي. بالظبط. بس انا ضد العمليات جدا على فكره، يعني انا مش عارفه يمكن عشان موضوع نفسي ولا لا، بس انا اللي بيعملوا العمليات دول بيصعبوا عليا. انا بالنسبه لي ال 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 احساسي بان انا باكل اللي انا عايزاه في اي وقت باي كميه لحد ما اشبع ولحد ما اقول كفايه، انا كمعده مش كمخ علشان مش قادره اكل تاني، ده متعه بالنسبه لي. وبعدين انا بطبخ حلو قوي وبحب اكل الاكل الحلو وبحب اكل في اي وقت اللي انا عايزاه واللي يجي على مزاجي. عشان كده انا مش الشخص اللي اقدر اعمل عمليه. انا ليه ابقى قاعده؟ يعني انا على فكره عندي اخت من اخواتي عملتها، بس فعلا بجد بتصعب عليا. يعني لما بروح اعمل لها، رحت لها الاسبوع اللي فات شويت لها عندها في البيت وبتاع في الجنينه ومش عارفه ايه وبتاع، فبقول لها تعالي كلي، فقالت لي انا اكلت. قلت لها انت ما اكلتيش، انا دوقت الكفتايه بس من على الشوايه. قالت لي انا كده شبعت، انا ما بقتش اعرف اكل زي الاول. انا صعبت عليا وحسيت ان انا لو مكانها مش هقدر ابقى كده. ففعلا اللي عاملين عمليات دول بيبقوا خلاص بقى يأسوا. بس احيانا برضو بلاش ابقى يعني متجنيه عليهم، هم ما بيبقوش بيستسهلوا. بس لما اختي تبقى 140 او 142 كيلو وفعلا خلاص صحتها تعبت وغدتها اوريدي عندها مشاكل فيها بقى لها كتير، فمش عارفه تخس عند دكتور دايت والموضوع هياخد منها وقت طويل جدا، ساعتها روحي عمليه. لكن لما انتي تبقي بتتكلمي في 15 20 او حتى 30 كيلو، لا انتي بقى كسوله. طب لازم عارفه ان اي حد بيتابعنا عارف انه العمليات دي المفروض، يعني بيقولوا بالانجليزي باي ذا بوك، المفروض ان هي ما تتعملش للزيادات اللي هي 20 30 كيلو ابدا. يعني بره لو واحده او واحد راح لدكتور وقال له اعمل لي عمليه عشان انا اوفر ويت 25 كيلو، هيقول له امشي روح من هنا. المهم قولي لي بقى، ان انا مش عارفه انت هتبقى مشكله الدايت ولا مشكله الكعب العالي يا ايتن. انا سمعت انت عندك مشكله عويصه في الكعب العالي. لا ده عريض. ده مريح. ابقى عريض. انا دايما عندي لازمه غريبه، لازم كعب الجزمه يتكسر. ودي حاجه انا مش لاقي لها سبب لحد دلوقتي. والله الجزم ما بتبقى رخيصه، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان الجزم بتبقى غاليه وحلوه ومن يعني من اماكن جميله جدا، بس مشكله كعب الجزمه بيتكسر. انت بتحصل لك مواقف كتيره جدا على فكره غريبه في الحياه يا ايتن. انا ما اعرفش، انا دايما انا فعلا تصدقي بيحصل لي فعلا حاجات غريبه جدا كتير. يعني على طول لازم يبقى في حاجه كده، لازم في اكشن. بس حاجه ايه؟ لازم في اكشن. في اكشن. انت اتقفل عليك الاسانسير قريب؟ ودي على فكره ثالث مره. يعني مش قادره انزل من الاسانسير يا ايتن. انت ده مصورينه فيديو؟ انا بقى الفراغ خلاص قتلني. انا قاعده في الاسانسير بقى لي 10 دقائق وحارس العماره كان بيجيب حاجه من بره والمفتاح بتاع الاسانسير في جيبه، فرنيت الجرس بتاع الاغاثه ده. يا طه انت فين يا طه؟ الامن رد عليا قال يا استاذ ايتن طه طلع يجيب حاجه وجاي. قلت له طب لما يجي يقول لي عشان انا محبوسه في الاسانسير. وفضلتي قاعده؟ فضلت قاعده مستنيه طه. اول ما جه بقى عايز يطلعني، فالمهم ان الاسانسير وقف بين حيطين فعلا، يعني انا كنت شايفه حيطه. يا على الحظ. فشويه قعد يقول لي دوسي مش عارفه الزرار طب تاني كده على رقم 2، وده كان لسه متحرك اصلا من الارض يعني. فدوست على الزرار تلقى حته وقف تاني، فراح قال لي لا كده احنا لازم نفصل الكهرباء عشان نعرف نفتح الاسانسير ونطلعك. فما كان يعني ما كانش لسه الدنيا باظت خالص، فطبعا كلم عز قال له استاذ عز مدام ايتن محبوسه في الاسانسير وانا مش عارف اطلعها لوحدي، مش عشان تخينه، عشان الحته صغيره، عشان بس ايه يعني بس خدوا بالكم. معلش. فعشان الحته فعلا صغيره، فهو ما كانش هينفع يمسكني يطلعني. فراح مكلم عز نزل، فطبعا عايزين يطلعوني الحته الصغيره دي، استحاله اطلع انا قصيره جدا اصلا. فراح قلت لهم انا عايزه كرسي، فراحوا جايبين لي كرسي، طلعت مدخلاه من جوه الاسانسير، طلعت عليه وقفت، وبعد كده عايز راح شددني. طب خلينا نشوف اللحظه المومنت المهمه دي اللي مرت بيها ايتن في الاسانسير. طبعا يعني حلاوه التكريم مصيبه زي ما انتم شايفين كده، انا محبوسه في الاسانسير وبقى لي اكتر من 10 دقايق مش عارفه اطلع بيتنا ومحبوسه بين الحيطين. دعواتكم بقى. طبعا جوزي بيحاول. هي جوزي خرجني. هاي زيزو. هاي
لا انا عايزه كرسي، انا مش عارفه اطلع كده. كرسي؟ اه انا قصير. هو انت اسانسير وقف بيك يوم التكريم يا ايتن؟ يوم التكريم، والجزمه اتكسرت مني يوم التكريم. حتى محمد سيد بشير مؤلف بتاع ايوب كنا رايحين مع بعض في الطريق، فانا نازله من العماره لسه ما وصلتش العربيه عنده، فحسيت ان في حاجه حسيت ان في حاجه بتزك، فركبت جنبه قلت له بشير معلش لحظه واحده عشان انا حاسه ان كعب الجزمه اتكسر. فببص على الجزمه، راح قال لي الجزمه دي منين؟ رحت قلت له المكان اللي انا جايباها منه. فقال لي غريبه المكان ده المفروض انه غالي، تفتكري بقى تكون اتكسرت ليه؟ حموله زايده؟ لا 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 لا، هو في شيء كوني حاصل حواليك ما اعرفش هو ايه يعني، والكهرباء اتقطعت كمان. رجعت بقى من التكريم طالعه في الاسانسير الكهرباء قطعت. يبقى العيب في التكريم. ما هو يعني لازم يبقى في حاجه. لا ما انا استحاله ابقى دايسه على رجل قطه يعني، او على دي القطه زي ما بيقولوا. لا اكيد في حاجه دي كلها حاجات بسيطه، المهم انه تبقى اللي احنا بخير. ايوه وبصحه الحمد لله، وبنتكلم الحمد لله، وعارفين نعمل دايت اهم حاجه، واولادنا بخير بس اهم حاجه، واولادك يبقوا بخير يا رب وكل السامعين الحمد لله. عندك اي مشروعات فنيه وانت في مرحله التاهيل ده اللي انت فيها ولا لسه؟ طبعا احنا الموسم بتاعنا بتاع الشغل اوريدي بيبقى في يناير فبراير، فانا لسه عندي وقت. فطبعا ابتدت تجي لي فعلا عروض لمسلسلات رمضان 2019 باذن الله، بس لسه ما وقعتش طبعا حاجه، فمستنيه لما اوقع ان شاء الله وبعد كده اخبار بقى. انما انت مركزه دلوقتي بروجرامك الاساسي هو ان انت على صفحتك بتنزلي بيسموها ايه، بتابديت بتحدثي بياناتك. بالظبط بتحدثي بياناتك قدام الناس، وجدول الاكل وجدول الطعام. ادينا بقى فكره عن جدول الاكل كده يا ايتن، عشان اللي عايز بقى من التلفزيون ينضم ليكي في القبيله بتاعتك. اوكي انا عندي على الانستجرام عندي منزله اوريدي البلانز بتاعت الثلاث اسابيع، ولسه هكمل بقيه البلانز ان شاء الله. اول اسبوع بيبقى فيه اكل كتير شويه، يعني احنا في الفطار مثلا بيبقى نص رغيف او اتنين توست مع شريحتين جبنه شيدر او شريحتين جبنه فلامنك، او اربع معالق فول بالكمون والليمون، او شريحتين روز بيف او ديك رومي مدخن. كل الاوبشنز موجوده واحنا بنقي منهم، او كورن فليكس كمان ممكن مع كوبايه لبن مزبده. يعني نص رغيف وقطعه جبنه، مش هي دي الورقه، او فول. يعني خلينا نسيبك من الجبن الخواجاتي. يعني فول او جبنه ملح خفيف او بيض مسلوق او اومليت بمعلقه زيت زيتون. بس ده مش كتير يا ايت. لا ده كتير، لما انت ما تسمعي بقيه الاكل هتفهمي. الغدا بيبقى اربع معالق رز او مكرونه مطبوخين بالصلصه يعني، او مطبوخين بزيت او سمنه، او سبع معالق رز او مكرونه مسلوقين معاهم نص فرخه او لحمه مشويه او محمره، معاهم اربع معالق خضار مسبك اللي هو معمول بالسمنه او بالزيت، او اي كميه مفتوحه من الخضار ما دام مش محطوط فيه اي. ده ريجيم دسم جدا. ده قلت لك اللي بيجرب بيه في الاول الجسم بيحرق او ما بيحرقش. وفي العشاء نفس القصه، نص رغيف برده ومعاه جبنه او فول او زبادي. الدايت يخد يبان انه اكل كتير، بس الدايت ده اللي انا نزلت عليه 2 كيلو ونص في الاول لان الحرق الحمد لله كويس. طيب بصي يا ايتن، اولا انا بتمنى لك النجاح في الحاجه اللي انت عايزاها، يعني إن انت عايزه تمشي على الدايت ده ان شاء الله تنجحي. بس خليني اقول انه يعني وجودك هنا في الحلقه مش فكره زياده ضغط عليك او زياده تدبيس ليكي، لا هو الحقيقه فكره بيسموها انه احنا لازم نبقى متقبلين كل الناس، متقبلين نفسنا في كل الاوضاع. بالظبط عشان كده انا مبسوطه جدا. صحيح هي حاسه ان هي اوفر ويت، بس الحقيقه ان هي زي القمر ومنوره ومبسوطين بيها جدا في الحلقه، ومش المفروض تبقي تحت ضغط على الاطلاق على الاطلاق. الدنيا مليانه، بصي عايزين الدنيا مليانه ضغوط ومشاكل وحاجات، لو كل واحد بقى فضل حاطط شكله وصورته وجسمه يعني هم، الناس هتعيش في عذاب بتهيألي. اكيد يعني. طبعا عندك حق، وانا عشان كده قلت لك في الاول، قلت لك اللي متقبل نفسه ومتقبل ذاته كده تمام، لكن اللي مش شايف نفسه ان ده مش هو ويعمل دايت عادي جدا واهلا في البرنامج بقى. طيب احنا بقى ميعادنا معاكي ان شاء الله بعد قد ايه بالظبط تكوني؟ بالظبط 3 شهور من 3 بدايه شهور. الدايت انا بقى لي دلوقتي اسبوعين، يعني احنا شهرين ونص ان شاء الله. هتجيلنا بقى انت ماينس 20. بالظبط كده، انت ناقص 20 ان شاء الله.
ان شاء الله تبقي يعني في الحاله اللي انت ترتضيها وتحبيها يا ايتن. ومن هنا ورايح لو ايتن نجحت في اللي هي بتعمله مش هيبقى اسمه ريجيم طبي ولا اسمه ريجيم ايتن خلاص. فانت يا تطلعي الريجيم ده السما وتنجحي انت واللي معاكي, يا نعلن فشل ريجيم ايتن. فانت ان شاء الله هينجح, ان شاء الله هينجح. دايت للجدعان, الدايت للجدعان. وايه بقى يا رب تنجح يا تاتا, يا رب تخسي يا تاتا. اه يا رب. اشرحي لي دي اخر حاجه يا ايتن. ايه بقى, ايه يا رب تخسي يا تاتا دي, يا رب تخسي يا تاتا. انا كنت عامله في العهد كان طالع اسمي فتحي, وكان محمد امين راضي على طول بيقول لي يا تاتا, فانا حبيت شخصيه فتحي لان دي تقريبا من اقرب الشخصيات اللي انا عملتها. لان هي كانت حد كده على طبيعته جدا وافهاته حاضره كده ودمه خفيف. انا بقول طبعا دمي خفيف. لا انت لطيفه جدا. ميرسي, ربنا يخليك. فيمكن فتحي كان من اكتر الشخصيات اللي عملتها دمها خفيف وكوميديتها كانت طبيعيه يعني. فبحب يتقال يا تتح, فبقيت ادعي لنفسي بقول يا رب تخس يا تتح. الحقيقه انه انا بشكرك وبشكر الفولورز اللي معاكي, وممكن نرد بهاشتاج عقبالنا يا تتح. الفنانه الموهوبه ام ايتن ويوسف, ايتن عمي.